السلام عليكم يا أصدقائي، مرحبا بكم في مسابقة جديدة من مسابقات نجوم العلوم. مسابقة اليوم عالم النبات، هيا بنا نمرح ونتعلم. السؤال الأول، ما هي أجزاء النبات التي تساعده على صنع غذائه؟ السؤال الثاني، ماذا يحتاج النبات لصنع غذائه؟ السؤال الثالث، ما وظيفة الجذور؟ السؤال الرابع، ما هي عملية البناء الضوئي؟ السؤال الخامس، ما المقصود بالثغور وأين توجد؟ السؤال السادس، ما الغاز الذي تحرره أوراق النباتات أثناء عملية البناء الضوئي؟ السؤال السابع، ما وظيفة الأوراق في صنع غذاء النبات؟ السؤال الثامن، ماذا يحدث لنبتة إذا وضعناها في مكان مظلم؟ السؤال التاسع، ما دور الساق في صنع غذاء النبات؟ السؤال العاشر، ما وظيفة البذور في النبات؟ نلتقي في مسابقة جديدة إن شاء الله، موفقين تلاميذي الحلوين.